السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع الدروس، نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامها، وأن يثبت لنا هذا الخير محيينا أبدا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. الكلام هنا على سنن ابن ماجه، نبدأ بها، ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا الباب. الحمد لله، بسم الله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم، ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمرك ويحسن عملك شيخنا ويبارك لنا فيك يا رب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحامل كيف تطلق. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة وهو صاحب التصانيف الثقة الثبت الأمين، روى له الجماعة، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: وعلي بن محمد. علي بن محمد هو علي بن محمد التنافسي، وقد مر علينا كثيرا، نسأل الله أن يجعلها في ميزان الحسنات، وهو حسن الحديث. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قال عن سفيان. سفيان هو سفيان الثوري، من الثقات الأثبات، أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. قال عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، كوفي ثقة، نعم. قال عن سالم. وسالم بن عبد الله ابن عمر، وهو أوثق الناس في ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، من العبادلة الأربعة، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل. هذا الباب، ونحن فصلنا القول الحمد لله في هذه، في الكلام على طلاق الحائض. وهذا الباب ننتهي عنده ولا نطيل في قوله: باب الحامل كيف تطلق، يعني كيف يكون الطلاق طلاق سني. وتكلمنا أمس على الطلاق البدعي. قال عن ابن عمر رضي الله عنه أرضانا وطلق امرأته وهي حائض، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل. هذه الزيادة التي فيها الكلام على مسألة الدرس اليوم، قال: فليطلقها وهي طاهر أو حامل. والمعنى هنا بينهما أمر، هي الطاهر التي أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه لم يتبين الحمل، هذا طلاق بدعي. إذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين الحمل فهذا طلاق بدعي، هذا طلاق بدعي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليطلقها، يعني فليراجعها ثم يطلقها وهي طاهر أو حامل، يعني تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن لم يجامعها، فإن أراد أن يمسكها جامعها، وإلا طلقها، فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو قد تبين حملها. والعلة من ذلك كما بينا أمس هو وهو تطويل العدة، أنه لو طلقها في طهر قد جامعها فيه يطول عليها العدة، فهو يطول بذلك عليها العدة. لذلك قلنا بأن الطلاق حالة كونها حائضا بدعي، والطلاق حالة كونها طاهرا قد جامعها في هذا الطهر بدعي، والطلاق الصحيح أنه الطلاق السني هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها في طهر جامعها فيه وظهر الحمل واستبان الحمل، فإن طلقها حاملا فهذا ليس بطلاق بدعي. وفي قول سلم: مره فليراجعها، إعادة
لهذه المسألة المهمة جدا أن الطلاق حسبه النبي صلى الله عليه وسلم دون الإشهاد، مروا فليراجعها، وأيضا الرجعة رجعة دون الإشهاد، ورجعة أيضا دون الإشهاد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها، ولم يقل وليشهد، وما قال طلق وما قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها وليشهد، أو قال قد طلقها على غير سنة على غير إشهاد فلا يقع الطلاق. ووقت وتأخير البيان عن وقت الحيدة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحيدة لا يجوز. فقال مره فليراجعها ثم يطلقها وهي طارت، ثم يطلقها يعني إن أراد، التقدير هنا ثم يطلقها إن أراد، وإلا فلا يبيح الطلاق، ولأن الطلاق أقل الأحوال أنه خلاف الأولى، والتمسك بالبيت هو الأولى، وإقامة عقد النكاح ما استطاع لذلك سبيلا هو الأولى. لذلك قال ثم يطلقها يعني إن أراد الطلاق أو إن احتاج إلى ذلك سبيلا، ثم يطلقها وهي طاهر يعني في طهر لم يجامعها فيه أو حامل. فإذا في قول المصنف كيف طلاق الحامل، المعنى أن الطلاق السني أن يطلقها بعدما ظهر حملها حتى لا يضرها في مسألة العدة. لكن السؤال هنا الذي يطرح نفسه، وما الفائدة أن يطلقها حاملا؟ كيف أنه لو طلقها في طهر لم يجامعها فيه أن يطيل عليها العدة؟ طيب إذا طلقها في بعدما جامعها واستبان الحمل، هل يطيل عليها العدة أم لا يطيل عليها العدة؟ الصحيح أنه لا يطيل عليها العدة، يعني في هذا الباب العلة التي من أجلها قلنا لا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين الحمل، لأنه سيطيل عليها العدة. طيب هنا الآن إذا طلقها حاملا، فإذا دلالة على أنه لا يطيل عليها العدة إذا العدة طالما طلقها حاملا، كيف يكون ذلك؟ سؤال مرة ثانية، إذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين الحمل سيطيل عليها العدة. فقال لهم سلام طلقها حاملا، يبقى المعنى أنه لن يطيل عليها العدة، العلة هنا تنتفي، صحيح؟ كيف تنتفي؟ هذا هو السؤال. ما شاء الله جهاد هنا أتى بالإجابة سريعا، لأن الحاملة عدتها الوضع، وهذا صحيح، فعدتها في كل الأحوال ليس القروء، فعدتها الوضع. لذلك نقول إن كانت عدتها الوضع، وأيضا إيمان قالت ذلك بأن عدتها الوضع، وسعيد النقيب أيضا جزا الله خيرا مع التكاسل الذي أنت فيه، نعم عدتها الوضع، حاتم لم يسمع، نعم. فالصحيح الراجح هذه الإجابات كلها إجابات متوافقة صحيحة بأن وأيضا سكان لم تسمع، ما أدري هل الصوت في شيء؟ نعم فإذا بأن الحامل الذي استبان حملها التي استبان حملها عدتها الوضع، فلا يطول عليها العدة. وفي قوله أو حامل دل على اجتماع الحيض والحمل، فإذا كانت الحامل فإن الحامل إذا كانت حائضا حل طلاقها مع وجود الحيض. الحامل إذا كانت حائضا صح طلاقها مع وجود الحيض، وهذه الحالة حالة خاصة في هذا الباب، تكون حائضا ويصح طلاقها لأنه تنازعها وجهان، الرجل الأول الحمل والرجل الثاني الحيض. وهذا عند من يقول بأن الحاملة تحيض، الشافعية والمالكية وقول عائشة، هذا عند من يقول بأن الحامل تحيض، فيقول هنا إن كانت حاملا وحاضت له أن يطلق، لأنه هنا عندنا وجهان، وجه الحمل ووجه الحيض، والحمل أقوى من الحيض. لما؟ لأن العدة بوضع الحمل، العدة بوضع الحمل. نعم الحديث الثاني، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، الإشهاد ليس شرطا في صحة الطلاق ولا في صحة الرجعة. العدة التي أمر الله جل في علاه لها في الطلاق أن يطلقها طاهرا في طهر لم يجامعها فيه أو حاملا، قد تحيد الحامل لقوله أو حامل. نعم
تفضل. وهذه الفائدة الثالثة. نعم. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح الثقة الثابت الأمين، روى له جماعة أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد مفخرة المصريين الثقة الثابت الأمين، كان محدثا فقيها جوادا كريما، روى له جماعة. قال عن إسحاق بن أبي ثروة. إسحاق بن أبي فروة قال أبو بكر البرقاني متروك، قال أبو بكر البزار ليس بالقوي، قال العقيل له أحاديث منكرة لا يتابع عليها، هو ضعيف. نعم، بل هو ضعيف جدا. قال عن أبي الزناد. أبو الزناد هو عبد الله بن زكوان. أبو الزناد هو عبد الله بن زكوان، وقلنا معروف في سلسلة مشهورة جدا، الأعرج عن أبي الزناد عن أبي هريرة، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، وهو من الثقات الأثبات. عبد الله بن زكوان أبو الزناد ومخضرم من الثقات الأثبات. قال عن عامر الشعبي. وعامر الشعبي عامر بن شراحيل من كبار التابعين، وهو يقول عن نفسي أدركت 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة ثبت أمين. قال عن عامر الشعبي رحمه الله قال: قلت لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى رضي الله عنها وأرضاه. وفاطمة بنت قيس هي من أحفظ نساء الصحابة، وهي راوية حديث حديث الجساسة، لذلك لم نقبل قول عمر عندما قال: لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري هل هي حفظت أم نسيت. قال: قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك. قالت: طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هو بوى فيها المصنف على مسألة الطلاق ثلاثا في مجلس واحد، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله، لكن الوقوف مع هذا الباب هو: هل الطلاق ثلاثا في مجلس واحد هل يعد بدعة من الطلاق البدعي أم يعد من الطلاق السني؟ وهذا خلاف بين العلماء، فالشافعية والجمهور يرون أنه من السنة وليس من الطلاق البدعي، والحنابلة يرون أن الطلاق ثلاث يرونه بدعة، يرونه من الطلاق البدعي، يعني يقول لها أنت طالق طالق طالق، فهذه من الطلاق البدعي. وأيضا يستدلون على ذلك بقول الله فعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فقال هذا ليس على الهدي، طلاق ثلاثا ليس على الهدي. والذين قالوا بأن الطلاق ثلاثا هو من الطلاق السني، ولمن يملك الطلاق ثلاثا وله روية فيه أن يتسرع وأن يطلق ثلاثا له ذلك، والأمر على الجواز إن احتاج إلى ذلك، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة صراحة. من هذه الأدلة حديث الباب، حديث الباب حديث فاطمة بنت قيس، قال لها الشعبي: قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك. قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خارج إلى اليمن، فأجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلقني زوجي ثلاثا. وهذا الحديث فيه إسحاق بن أبي فروة، والحق أن الحديث مختلف فيه، وإن كان فيه له شواهد كثيرة. قال طلقني زوجي ثلاثا فأجاز ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا بأنه دلالة على أن الطلاق ثلاث يقع، وأن السلام جوزه ولو كان مخالفا يعني بدعي لأنكره النبي، كما أنكر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كما أنكر طلاق ابن عمر لما طلق في الحيض، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ونصح أو أمر مغضبا مره فليراجعها. أما هنا فقالت فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذه المسألة يستدل بها العلماء على هذا الباب، يستدل بها العلماء على الطلاق ثلاثة. ولهم أحاديث أخرى في رواية امرأة قالت طلقني رفاعة فبت طلاقي، قالوا الطلاق المبتوت هو الطلاق ثلاثة، طلقني رفاعة فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، قالوا هذا الطلاق ثلاثة. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث ركانة عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأبي وأمي، قال يا رسول الله إني طلقت امرأتي ثلاثا،
ثم قال أنا أردت إلا واحدة، قال الله واحدة، قال الله واحدة. ولو كان الطلاق ثلاثا فيه إنكار لأنكره عليه النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا على أن الطلاق ثلاثا ليس طلاقا بدعيا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمضى ثلاثا. وأيضا كلام ابن عباس أن ابن عباس قال كان الطلاق ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وصدرا من وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر. ثم قال عمر بأن الناس قد تسرعوا في أمر لهم فيه أنا وروية لم يتخذوا الروية، قال لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، من باب السياسة الشرعية على قول ابن عباس. فكل هذه أدلة تدل على أن الطلاق ثلاث ليس طلاقا بدعيا، وهذا راجح الصحيح، الطلاق ثلاثا ليس طلاقا بدعيا. لكن حديث الباب ليس نصا فيه، حديث الباب الاحتمالية وليد عليه. تقول طلقني ثلاثا فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك أنه طلقها مرة مرتين، وبعد ذلك بعد معاشرة طويلة طلقها الثالث. يعني الاحتمالية وليد أن يكون طلقني ثلاثا يعني طلقني الطلقة الثالثة التي تم بها الطلاق ثلاثا، التي تم بها الطلاق ثلاثا، الاحتمالية واردة فلا يكون نصا. لكن أيضا الاحتمالية واردة أن يكون طلقها ثلاثا، ومعه هذه الأحاديث الكثيرة التي استدلنا بها على أن هذا الطلاق ليس طلاقا بدعيا، أن هذا الطلاق ليس طلاقا بدعيا، وهذا الراجح الصحيح أن هذا الطلاق ليس طلاقا بدعيا، أن هذا الطلاق ليس طلاقا بدعيا. قالت فطلقني ثلاثا. طب هل يقع ثلاثا أم يقع واحدة؟ حملها يرون بأنه لا يقع إلا واحدة، ولا يقع ثلاثا بحال كما قلنا، أنه لابد من أن يردها ثم يطلقها حتى يقع الثلاث. وبعضهم قال بأنه الطلاق البدعي لا يقع أصالة، بعضهم قال الطلاق البدعي لا يقع ثلاث أصالة، وأن الطلاق ثلاثا من الطلاق البدعي، ومطلق النهي يقتضي الفساد، فلا يقع الطلاق. والصحيح الراجح ما قاله الإمام الشافعي، وأن الطلاق هنا يقع ثلاثا إن أراده المطلق. فالمسألة دائرة على النية، المسألة دائرة على النية، والأصل في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن أراد تأسيسا وقع الثلاث وبانت منه بينونة كبرى، لو قال زيد دخل على امرأته فقال لها أنت طالق طالق طالق، قالوا لو أراد بطالق طالق طالق تأسيسا، والتأسيس معناه واحدة ثم واحدة ثم واحدة، إن أراد تأسيسا وقع الطلاق، وإن أراد تأكيدا فلا تكون إلا واحدة نيته، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. ويستأنسون على ذلك بقول أو بحديث ركانة قال له النبي صلى الله عليه وسلم الله واحدة، قال والله واحدة، الله واحدة، قال والله واحدة. فهذه فيها دلالة على طلاق ثلاث يدور مع النية حيث ضارت. إن شاء الله غدا نتكلم على مسألة الرجعة ونطيل فيها بعض الشيء على مسألة عمران بن حسين، لأنه قال لها هنا الآن مسألة واضحة، قال له طلقت بغير سنة وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، حتى نبين في مسألة الإشهاد على الطلاق. نعم، الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى الرجوع للعالم في المعضلات، ولأن عمر أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله. مسألة أصولية مهمة جدا في الفوائد هنا، ما هي المسألة الأصولية التي ممكن نتكلم عنها في هذا الباب؟ ترك الاتصال في مقام الاحتمال عند زيادة العموم من المقال. نعم، هذه قاعدة مهمة جدا، وهي في مسألة الإشهاد، يؤخذ بها في الإشهاد، ممتازة جهاد. لكن هناك مسألة أخرى أعظم خفاء، إهمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما في مسألة الطاهر أو الحامل. وين حاتم؟ من وين حاتم هذه المسألة؟ كل عام يعتري الاحتمالات فنية فصيلة. نعم، جزاك الله خير. طاهر أين أنت؟ أين كنت؟ أين كنت يا طاهر؟ غفر الله لك. نعم، النية معتبرة في الأحكام، النية معتبرة في الأحكام، هي مسألة أصولية يظهر أنها ستستصعب عليكم الأمور بمقاصدها. من وين أحمد يا عبد الله؟ من وين؟ ممتاز، لكن من وين؟ تعلمون المقاصد صحيحة، مسألة النية الله واحدة، بس كان في الحديث، لكن جيد جيد، بس أنا أقول في الحديث الأول
دققوا النظر، مسألة أصولية في الحديث الأول، باب الحامل كيف تطلق. طب ما هو حديث ابن عمر، ما هو حديث ابن عمر باب الحامل كيف تطلق، ما هو حديث ابن عمر. أقول أنا جيد، أنتم تجعلوني أرتاح بعض الشيء، لأننا أصلا يعلم الله بحالي الآن من التعب والسفر. ممتاز، لا فضة فوق، اكتبها بقى الآن خلاص. ممتاز، يعني أنا أحمد الله. إذا ما زال أهل الإسكندرية يفكرون التفكير الصحيح في هذا الباب، يعني الحمد لله، وهذا صحيح، هذا صحيح. إذا هذه مسألة أصولية مهمة جدا من الفوائد، ما أتت ما جاءت عندما جعل مظاهر الثلاثة واحدة على النية، جيد. لكن هي الفائدة كما قال سعيد، لفض فوق سعيد، هل الأمر بالأمر أمر أم لا، هل الأمر بالأمر أمر أم لا، في قوله مره فل يراجعها، فهو أمر من؟ أمر عمر. هل الأمر بالأمر أمر أم لا؟ هذه مسألة أصولية من الأهمية بمكان، وفيها خلاف أصولي بين العلماء. التعليم ولو بخاصة النفس، شفية امرأة والكلام على طلاقها، ومع ذلك لأن المسألة تمس الشرع وأنا فيها تعليم للناس تكلمت عنها وهو سأل عنها، يعني لا 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 يراجع الشعبي في ذلك، قال حدثيني عن طلاقك. من مراتب السنة الإقرار، السنة التقريرية. نعم الصحيح، نعم شيخ داود، الطلاق الصريح يقع نواه ولم ينوي، نواه ولم ينوي. ليس شرطا في وقوع الطلاق إخبار المرأة به أو تكون مشاهدة. قال الطلاق أنه خارج من اليمن، احتمالية واردة. لو في أي سؤال تفضلوا. هل وقوع الطلاق المعلق محل إجماع؟ لا طبعا ليس محل إجماع. لما الأربعة قالوا إذا وقع الشرط وقع المشروط. هناك رواية أنا أحمد ورجح شيخ الإسلام تيمية بأنه يفتقر إلى النية، لو كانت نيته التهديد لا يقع، وأنا أدين الله بهذا القول وهو الراجح الصحيح. إذا قال لها أنت، لو أطلق وقعت واحدة، لأن الأصل إبقاء العقود أو تصحيح العقود ما أمكن إلى ذلك سبيلا، قد تكون أقل. نعم ما إيش فيها، لأنه هذا تشريع الحامل عدتها الوضع، وقد يكون أقل، لأنها لو حامل في الشهر التاسع وطلقها عدتها بعد ثانية واحدة، بعد دقيقة، بعد يوم، فالمسألة محتملة. نعم. لأنه لو 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 جمعها في طور، لو طلقها في طور جمعها فيه، يمكن أن تنتظر حملا، فإن انتظرت حملا فيكون الحمل 9 أشهر، تطويل ولا مش تطويل؟ تطويل. وأيضا يمكن أن يقال في هذا الباب أنه لو جامعها ستنتظر، إذا قالوا بالطهر، إذا كانوا بيقولون بالأقراء هي الطهر، تنتظر حيضة ثم طهر بعد ذلك، ليه تعود العدة.